الحكايات جحا سمعناهم من صغرنا وما زالهم يحكوهم الناس حتى اليوم. بصح منين خرج هذا جحا اللي معروف كل دول العربية وفي جنوب الطليان حتى الإيران والصين؟ جحا ظهر قديم بزاف وجاي من بعيد. لازم نروح للعراق ونرجعوا للقرن التاسع باش نلقاو أول كتاب عليه بعنوان نوادر جحا اللي كتبوا أديب عربي واسمه الجاحد. كاين اللي يقولوا بلي جحا خرج من خياله، وكاين اللي يقولوا بلي جحا عاش صح في ذاك الوقت. في القرن 13 الحق كتاب جحا عند التراك واللي شبهوها مع شخصية فكاهية ديالهم اللي كانوا اسمه نصر الدين خوجة. تخالطوا حكاية جحا ونصر الدين خوجة وملتم ولو يمثلوا في زوج هاد العبد، شوية بهلول راكب فوق حمار بالصحيلي وعنده صرف في الكلام. كيما في هاد الحكاية وين جحا كان داخل للمدينة راكب على حمارو كالعادة، والعساس باش يتمسخر به ما خلاش يدخل وقال له شكونك انت؟ حمارك معروف بصح انت ما عقلتكش. جاوبو جحا وقال له يا الحمير تعرف بعضها. بصح الحكايه اللي مشهوره اكثر تاع جحا هي حكايه المسمار. واحد النهار جحا باع دارو وطلب من الشاري خليه مين داك يزور مسمارو، على خاطر هاد المسمار كان ينحيلو العين والمشاكل. الشاري قبل وبدا جحا يجيه كل يوم باش يشوف مسمارو. مول الدار كرهه ومل منه وجرب يعاود يبيع هاد الدار، بصح حتى واحد ما حب يديها عليه. وفي الاخر ما كان عليه غير يعاود يبيعها لجحا وبسومه رخيصه. على بيها اليوم كي نتلاقاو بعد صامت وما يطلقش كاع نقولوا عليه مسمار جحا. مشاو حكايه جحا بزاف في انحاء العالم، نلقاوها باسم قويفة في سيسيليا، وفي الرسوم المتحركه في الصين باسم مغامره افندي. وداروا عليه فيلم مع عمر الشريف اللي لعب دور جحا وتشهر به. حتى واحد المتصوف أفغاني لقى في حكاية جحا حكمة كبيرة ودار عليه كتاب. ما على بالناش ولا جحا شخصية خيالية اخترعوها العراقيين ولا عبد اللي عاش صح في القرن الثامن. بصح جحا ادخل في الذاكرة الجامعية تاع العرب والمسلمين. محلاهم حكاية زمان اللي تجمعنا في شهر رمضان. خلينا نكون في أمان.